سيد سالم، عندي ورقة من الاتحاد العامي عام لعمال النفط والغاز، وعندي السادة مدراء الأمن بالمناطق مقحة مدير مكتب وزير الداخلية، وعندي رسالة من مدير مكتب رئيس الهيئة، الهيئة الرقابة الإدارية، وعندي من تعميم هام إلى السادة رؤساء مجلس ولجان الإدارة بالشركات والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذا لتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام بشأن وقف التعامل مع النقابة العامة للنفط إلى حين استكمال التحقيقات الجارية لدي في واقعة انتحال صفة. علي يطلب منكم عدم التعامل مع النقابة العامة للنفط والتي ترأسها سيد سالم الرميح، وكل مخالف سوف يعرض نفسه للمسؤولية القانونية. في نفس الوقت أنا شفتك تعطي في درع لي 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 ومحتفلين به سيد بنقدار ومستقبلك. شنو اللي صار اللي خلى إن اليوم في هالبناس يقولوا أنك أنت منتحل صفة سيد سالم؟ طبعا كل الكلام اللي قلت عليه هذا، اولا هو الكلام اللي دار كل مخالف للقوانين ومخالف للمعاهدات الدوليه في مجال النقابات وانشاء النقابات. عندنا عده معاهدات، يعني المعاهده الدوليه اللي هي 87، المعاهده العربيه اللي هي 8، المعاهده 98 بتنظيم النقابات والحمايه النقابيه، القانون رقم 23 وتعديلاته، القانون رقم 3. لكن يقولوا عليك انك انت مش شرعي، ما عنديش وقت هلبة على طول، بس الشرعيه ما هي كيف تجي الشرعيه؟ طبعا ما فيش في ليبيا، ما فيش حاجه اسمها اتحاد، في حاجه اسمها نقابه. القانون رقم 3 لسنة 2023 وضح الصورة هي، واللائحة التنفيذية وضحت الصورة هذه. احنا طبعا لما ايش صار اذا كان من مدة مش بعيدة كان يتواصل معاك، وكنت تجي لي شكلك لمكتبة وعطيه درع، وشنو اللي ليش تنحت منك الصفة؟ شن صار؟ طبعا احنا في بداية ترأس السيد رئيس إدارة المؤسسة وأعمال الحزب، طبعا احنا جلسنا مع السيد بندار، وجلسنا مع السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وكان احنا شرطنا في ان تعطى كل حقوق عمال قطاع النفط. وفعلا يعني حتى كلام السيد بندار والسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ان حيتم اعطاء حقوق العمال وتطويرهم وتدريبهم، ومشت الامور طيبة يعني، وصار في تفاوض في عدة مواضيع مع المؤسسة. جلسنا في المؤسسة مع عضو مجلس إدارة المؤسسة في سبيل أعطاء العمال حقهم في سواء في التأمين الصحي، سواء في تسوية المرتبات، سواء في التدريب اللي تم إيقافه يعني في 2013 ولا 2018 ولا 2021. يعني أعطت لبعض الناس يعني أكثر من نفذت أكثر من 60% من الخطط اللي هي، وباقي المجموعة الآن موجودة في عند المؤسسة في أدراج المؤسسة، لم يتم إفادة الناس أهما يعني، ومع أن هو فيه ناس تم إفادهم يعني، مجموعة تم إفادهم يعني خلال حتى إيقاف التدريب يعني. أمتى لا 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 لا، السيد بنقدارة قال إن ما فيش تدريب، قال موقفين التدريب. ما فيش الكلام هذا، وفيه الآن تسعة أشخاص يعني من شركة راسبانوف تم ارسال رساله لراسبانوف بفاتهم لدوله مصر لمده 9 شهور للحصول على درجه الاتش ام بي، مع العلم بان مصر ما تعطيش فيه شهاده الاتش ام بي. هذا امتى؟ هذا بعد ما سكروا الدورات التدريبيه المؤسسه. بعد ما سكروا معناها انتم مش زعلانين، الموظفين في المؤسسه كانوا صابرين بدون دورات، لكن لما شافوا ناس مشوا بالواسط هذاك الوقت ناضت المواجع. طبعا بارك الله في كل عمال قطاع النفط في كل المواقع كانوا صابرين خلال يعني من 2013 الى 2023 ولا 2018، لين 5 سنوات الناس صابره وشايفه الوضع البلاد كيف، ولكن الان لما يعني بدا الانتاج هو استقر في المليون و200 الف. يعني انت شفت حضرتك اللقاء نتاع السيد بنقدار ولا ما شفتهاش اللي مع زميلي قادر شفت؟ هو ما قالش حسب ما فهمت، انتم مصعدين قاعدين عمال النفط، لكن اللي فهمت انا ما قالش انه هو بيلغي التدريب، ما سمعتش انه قال هيك. هو قال وقفنا لان في ناس نبعتوا فيهم لا يديروا لهم في تاشيره. انتوا راهم موظفين نفط، مش موظفين عاديين يعني، انتوا ناس الكواليتي مفروض نتاع التدريب تكون عاليه جدا، لا قادر يدير لكم تاشيره.
بعض الشركات وصف ان في عمارات وشقق في مصر وفي تونس، هذا مش مستوى تاخذوا فيه او ياخذ فيه الموظف اللي يتبع المؤسسه دوراته، فهو وقفه عشان ينظمه. هل التنظيم اللي تكلم عليه هذا مزعج عندكم انتم، عندك انت سيد سالم، ولا شنو؟ والله طبعا احنا حتى لما درنا عده وقفات يا سيد احمد، لما درنا عده وقفات امام المؤسسه مطالبين بتبديل العداله لكل عمال النفط، لما وجدنا ان في ناس طلعوا 3 سنوات وهو مخالف للائحه التدريب الموحده. هذا انت طلعوا 5 سنوات، انت اللي طلعوا 3 سنوات، طلعهم في زمن بنقداره ولا قبل؟ خلال 2023 مجموعة طلعوا 3 سنوات وهو مخالف لا مهناش في قطاع النفط ان فيه ناس تطلع 3 سنوات. طبعا في ناس طلعت قدامنا، يعني قدامنا طلعوا نفس اللي كان فيه قاف، وجلسنا مع 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 السيد عضو مجلس إدارة المؤسسة وناقشنا في موضوع القاف، ولكن لقينا ناس طلعت في نفس الفترة، هي طلعوا مجموعة أكثر من 43 شخص تم يعني إفادهم، والباقي قعد موجود في أدراج المؤسسة. درنا عدة وقفات، 6 وقفات قدام المؤسسة مطالبين. هل عندهم هادو الناس اللي مشوا مرات عندهم أولوية مش واسطة؟ أو ما فيهاش أولوية، ما فيهاش أولوية. الشركات كلها قدمت مقترحاتها خاصة في خطة 21 وخطة 2018 معتمدة، الزوز معتمدات، ما عدا بعض الشركات 21 لم يتم اعتمادها، قاعدة حتى هي في أدراج المؤسسة. احنا طلبنا بإجراء عدالة كاملة لكل العمال، كيف واحد تعطيه 3 سنوات وكيف واحد مثلا طلع واحد ما طلعاش. بصراحة صارنا الآن احباط كامل لكل عمال قطاع النفط الآن يتواصلوا معي بصراحة. يعني المشكلة هي مش لأن ما دربوكمش، المشكلة ممكن لأن لقيتوا ناس مشوا بالواسطة. هذا على يعني أنا نقدر نوافق، أنا مثلا بوي جاي ما أحرمني من مصروف أنا وخوي ما نتكلمش، لكن لما نلقاه يعطي لي خوي بس نزعل هذاك الوقت. فأنا الموظف متاع النفط زعل لأن في ناس دون ناس، ما فيش عدالة في المؤسسة، صحيح؟ نعم خوي أحمد. الناس شافت ان فيه ناس طلعت وناس توا بتطلع وهم قاعدين. بصراحه احنا التطوير انت حضرتك عندك من بين الناس اللي عندهم افاد ولا لا؟ انا ما عنديش افاد، ولا عندي افاد ولا عندي اي حاجه. انا بالنسبه واجبي كنقيب لعمال قطاع النفط، واجبي كنقيب لعمال اللي بدافع على حقوق ونطالب بحقوقهم، وهذا عملي. وحتى الاختلاف اللي صار مع المؤسسه الوطنيه للنفط ان احنا تكلمنا على بعض الاجراءات الخافيه اللي تمت، ويعني اكتشفنا ان المؤسسه دائره تعميم على كل الشركات، بما ان احنا ما نتبعوش لمؤسسه ولا نتبع وزاره، احنا النقابه جهه مستقله لا تحل ولا تجمد اعمالها الا عن طريق القضاء. ما فيش واحد يقدر يجمد عمل النقابه الا عن طريق القضاء. كل الاجراءات المتخذه ضد السيد رئيس النقابه، طيب، والنقابات النقابه العامه والنقابات الرئيسيه، اجراء تعسفي مخالف لكل القوانين والاجراءات.